كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن مرور نجلها بأزمة صحية، وطلبت فريدة سيف النصر على حسابها على فيسبوك الدعاء لابنها، وكتبت: مش عارفة انام من امبارح، يعني ايه التهاب في جدار القلب، وتابعت: ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عيني، يا رب طمني على ابني، ادعونا وغلاوة النبي، ده لو ضفر طار منه اموت. وبحسب مواقع طبية، عادة ما تكون حالات التهاب جدار القلب خفيفة وتشفى من تلقاء نفسها، وقد يتضمن العلاج للحالات الأكثر حدة تناول الأدوية، وفي حالات نادرة يتم العلاج بالجراحة، وقد يساعد التشخيص المبكر والعلاج في الحد من خطر المضاعفات طويلة الأمد الناتجة عن الالتهاب. وقد يكون من الصعب التمييز بين الالتهاب الحاد والألم الناتج عن النوبة القلبية. وحلت فريدة سيف النصر قبل أيام ضيفة على برنامج المقالب رامز موفي ستار، وركز مقدم البرنامج رامز جلال في مقدمته على مشاركتها في عدد كبير من أفلام المقاولات في فترة الثمانينات.